شوفي الغسيلات شلون موسخين. قولي على قامتي مين عامل فيهم هي؟ ما في غير هالمقوسة فوزية، والله لا شرشحها والله. شنو بالبيت يعني انا؟ شو عم تدور يا بي؟ مفتاح الدرج لك ابي. تحمل الله العظيم الصهر. طيب روح جيب لك اياه يا بي. روح ابي روح. لا لا تعال ابي تعال. انا حروح يعني بعرف وين حاطه انا. دير بالك ابي يلا تعال. امرك طمنك يا بي. لك ما في غيرك وسخة. يا قليلة الترباية يا سرنوة يا ام 44 يا وسخة ببيتك وبالحارة. انت اللي هربان الادب من بيتك، روحي شوفي بيتك ريحته طالعه. لك بيتك انت اللي طالعه ريحته. ايه روحي 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 كنسي زباله من قدام باب بيتك يا وخمه. ايه سدي حلقك والاسقائيه يلعنك على هالتربايه يا شرنه. اتفي عليك يا شاضومه، لو مربايه بيت اهلك ما بتعملي هيك بالناس يا ام لسان طويل. بس مو الحق عليكي، الحق على هذا جوزك ابو راس الطخي يلي حاويكي تضربيه انت وياه من بين رجال. لك مرتي اطلب منك يا شاطومه يا سقائيه، وهذا جوزك مو عرفان يطبك تبيع عليك وعلى من بين رجال. ولك اخرصت يا كلب يا وطي. هذا ابو عصام جايلك يا كلب جايلك. سمعني يا خرب بيتك وين تركت يا عمرك على الفطر؟ ليش يكون سوي صحة؟ ليش؟ رجعوا لي الطنجرة مشحرة ووسخوا لي الغسيلات بالمي الوسخة وهن اللي عم يكبوا زبالة قدام الباب. الله الله يوفقها الفوزية، جرستني بالحارة. ولك بتقومي بتزلي حالك وتزليني معي أنا وبدر سبريني ويسبك كمان كله من عمايلة وعمايل جوزة. بتقومي أنت بتسبيه وهو بيحمل مرته مشان يبهدلك ويبهدلني. أنا ما عم بعرف أخواكي، ما عم بعرف أخواكي. هلا ما عم تعرف أخواني؟ شان وحدة قليلة الترباية هي وجوزها؟ لكو انت شو؟ ما انت طلعتي قليلة الترباية اكتر منها. فشرت. يبعت لي قطع لساني، يبعت لي قطع لساني. شو قلتي؟ يبعت لي حمى، يبعت لي حمى. ولا ما كان قصدي. عرف فشرتك سعاد؟ عم تقولي لي إيري فشل؟ إن شاء الله بينقطع لساني ابن عمي، إن شاء الله بينقطع لساني. استني عندك. دخيلك ابن عمي، والله مو قصدي. يبعت لي حمى إن شاء الله. شوفي يا بنت الناس، أنت هلا خلاص ما هتلزميني. وشك على قوتك بتضبي أواعيكي وبتنقلعي برات البيت. يا أبي الله يوفقك. أنت طالق.